هذا يؤثر كثيرا على المشهد بشكل عام، خصوصا بعد أن اختار فانس كنائبا له وهو سيناتور من أوهايو، ويؤكد فعلا بأن الأمور مستتبة داخل الحزب الجمهوري، لأنه كان من المتوقع أن تكون هذه الخطوة في اليوم الأخير من أيام المؤتمر للحزب الجمهوري، والنتائج تترى وتقول بأن الغالبية في المجلس الوطني للحزب الجمهوري صوتوا لترامب، وبالتالي الأمور أصبحت محسومة، وكأن محاولة الاغتيال التي تعرض لها أعطته زخما أكثر، وأعطته أيضا نوع من الواقعية والقبول لدى الجمهوريين الذين ارتفوا حوله حتى الذين كانوا يناوئونه، وبالتالي أصبح الرجل هو الرجل الأقوى وواقعيا هو الثابت في الحزب الجمهوري حاليا. اختاره نتيجة لأن الرجل أعطاه الكثير من الولاء في الفترة الماضية عندما كان يتعرض للتهم بأنه مدان وبأنه لا يمثل الحزب الجمهوري وبأنه أيضا خطابه شعبوي، كان من السياسيين الذين وقفوا معه وأعطوه الكثير من الدعم في مختلف المناسبات وخصوصا في قبة الكونغرس، وحتى اليوم عندما بدأت القضايا تتهاوى وتم حفظ القضية في فلوريدا المتعلقة بالوثائق وطالب ترامب عبر منصته بأن تسقط جميع القضايا، فإن اختياره لفانس يؤكد من أن هذا الاختيار هو اختيار نتيجة لكما يقال الوفاء للرجل الذي وقف مع ترامب في أحلك الأوقات.